طريف البازيليا ما شاء الله. بدي اكل شاحي القلب المرأة. القطع يا ويلي هون المقامات. بحبها من رمضان هي الاكلة. لا شقر ولا سمر. ان شاء الله يكملوا معي على البيت ما يتكسر. بس موت رح يصير لحالي كمان. صفيت لك يا معلمة. هي معلمة. ما شاء الله ما شاء الله. صلي زمان ما زلت بتربة بابا. زمان كتير. سارة هي عند تربية البابل الصغير بزك اسمه فيها. الله يرحمكم يا رب. يرحمنا دمه نصير لما قالكم. هو في مقامات. في مقام من بلال الحبشي. مؤذن. في كذا مقام. فهلا انا شو فوتني لحالي؟ رح تسألوني. فوت شو بدي اعمل؟ فوت وقرا له قرآن. اشتاق له. بكي شوي وبطلع. لا حول ولا قوة الا بالله. هون المقامات. جعفر الصادق. يا رب انتم السابقين ونحن اللاحقون. الله يرحمكم. لهذا ليش هيك القبور عنا عالية؟ أنا ما عندي حلمي ما لها علاقة بهذا الموضوع. هذا يقول لي إنه حرام وما بيجوز ما بعرف. الله أعلم. ما بعرف ليش عم صور لكم بس اشتقت له كثير لأبي. يمكن حابة أحكي هيك لكل الناس تسمع صوتي. يمكن الكل يسمع صوتي إلا هو. سبحان الله قاهر العباد بالموت. كلهم هذول كانوا عايشين مثلنا. هلا ماتوا. تحت تراب صاروا. نحن رح نصير تحت تراب. رح نموت. ما رح يبقي غير العمل. شو عملنا شو ساوينا. رحمهم الله. رحمهم الله. ما بعرف ليش صورت لكم. يمكن لاني بحاجة اني اكون مع حدا. ما بعرف. الله يرحمهم يا رب. لكل حالي انا ما في حدا. لحالي. بس موت رح صير لحالي كمان. ارجع انزل لحالي ورح اتحاسب لحالي ورح اكون لحالي. وانتو كمان نفس الشيء كلياتنا. الله يرحمنا برحمته. الله يغفر لنا يا رب. يا رب يغفر لنا. قعدت على قارعة الطريق قدام التربة. جبت صحون. اليوم خرط كانوا بس على الارض. عم اشتريت صحن هاد هيك عيش لسكر الفوز. بس ان شاء الله يكملوا معي على البيت ما يتكسروا. ما بعرف شو جبالي هيك. ما بحب انزل على السوق مشان ما اشتري شيء. بتصدقوا نزلت السوق عنا يعني دفع بك. شايفين وين قاعده انا؟ على قارعه الطريق. ابدا عن باب التربه. هون تربه ستي الله يرحمها اما لامي. شايفين القعده احلاها. اي الغرب. بكمل طريقي. روح جيب اغراض وخضره. شاركوني خضرة. خلي ماما تطبخ لنا شي طبخة نشف قلبنا. الله يطولنا بعمرنا خير بيعمره وخلي لنا ياها يا رب. شوف البيوت شو قديمة. واجه التربة. قديش الجزر والله؟ جزر معنا؟ زرعت كأنه ماما؟ ايوه ماما بدي كيلو. انا حط ولا تحط لي؟ باذنجان. باذنجان 30-50 هذا بأربعة. هاو؟ في حمل ساعته بأربعة. هذا كبير هذا خش حفة بديله للمنزلة. هدول للمنزلة حمسيات أو شيء. هدول الزراف للمنزلة. ناخذ جزر بالزكاة.
هاي خمسة. سلام. لك للقرش النقرشة. طريفة البازاليا ما شاء الله. بدك كيلو البازاليا؟ 22. هدول ب8000. هاي بصلة هيك صاروا كم بصلة صاروا؟ هيك صاروا 3 بصلات. أنا بغسل لك هدول. بدهم غسيل؟ طبعا. مو البصل. 3 كيلو بندورة. مسكينة مشان البيتنجانات. هاتي بغسل لك هدول. أجيب شوي ثاني بيتنجانات ولا ما؟ لا ما شاء الله. شو اسمه؟ منزل بلا منزلت بيتنجان أو منزلت أسود بيقولوا لها. هلا وقت البيتنجان رح يخلص هلا وقته ما؟ إيه. عنا هلا رح تحتاج بصلة وفليفلة وبندورة. وبيتنجان والله بعتي لي زيت جبنه شكله ثاني بيتنجان والله مناحلي كمان قشر هذا قشر قشر شوفي قشر صغار كثير هلا في ناس ما بيحطوا له فلفل وبندوره بس بيتنجان صح؟ ايه بس هي لك بتصير طبخه بطبختين يعني ايه ليش طبخه بطبختين كيف يعني؟ يعني وقت اللي بتحطي معها بندوره وبتحطي معها بصل بتحطي معها فلفل الاكله ثانيه بصير بياكلوها بالخبزه طعمتها طيبه كثير بصير مثل الكواجو هلا نحن بنقشر البيتنجانات بعدين بنقسمهم بالنص مزبوط لا لا مو شق هيك شق ايه يعني شقة من هون هيك بعدين نقليها لا في ناس بيقصوها هيك بالنص من هون هيك وبيجوروها شوي بحطوا بقلبها هيك اللحمة عرفتي كيف كل نص بيقص بس هاي ما بتنطبخ هاي على الفرن ما بنعرف اما بتجي الكهرباء هي بالفرن هيك بتتحمر تصير ظريفة ايه بس ما احتمال ما تجي الكهرباء نضطر نطبخ بس على الغاز اما هي اصولها بالفرن ايه في ناس بعد ما بيقلوا الباذنجان بيحطوا كامل كامل بحطوه بصفوه بعدين بيحطوه بالفرن هلا احنا رح نعمل هيك ونقليه بعدين نحشي لحمه صح نقلي اللحمه بعدين نحشي في ناس ما بيعرفوا هي الاكله هي اكله شاميه يمكن هي الاكله شاميه ما من الشام اصولها سوريا ولا ما بعرف شو اصولها بس على الاغلب سوريا مبين على الدنيا بنطبخ هيك اكلات وبنعرفها لذلك تعتبر شامية يعني بقولوا اساس تركي مع تركي بس يعني خلص نحن لا بنعرف الاتراك ولا عشنا على زمانهم هون مبين على الدنيا بنساوي هالاكلات وبنعرف انها شامية هلا الحلبية بيطبخوها كمان طيبة كتير بيقولوا لها شيخ المحشي شيخ المحشي؟ ايه مو شيخ المحشي هي البيضة ايه واللبن نحن بنطبخ هن بتطبخوا بمية بندورة الكوسة اه هي اسمها شيخ لانه دقن بيضة بتبقى وهي اكلة بيضة مضبوط بس هن شو بيعملوا ما بيحشوها بيحشوها لحمة وبيحشوها سنوبر او كاجو وبيقلوها وبيحطوها بالفرن مع مية بندورة ودبس رمان قدام الرز طيبة والله يعني دقتها عند جماعة طيبة طيبة اكل حلبي كمان طيب على فكرة هلا عم تشقيها انت في حدا بيطيب ماني دقلك انا حدا اكبر من هيك البيت الجاري بس كونه اخره ما عاد في للكبير وهدول الصغير يعني ايه هذيك اللي شفتهم نقيتهم ولا تنقاي هدول انا جبتهم وسط في صغير صغير وفي الكبير الكبير ما كثير ظريف بالمنزله هلا هي طيبه مع قرش هي الفليفله وهذا جبتهم هدول حدين هدول مشان نقرش كمان فليفله حدي معها والله طيبه الفليفله حدي تحت طيبه خاف جوزك ما بياكلها ايه هلا في ناس بحطوا بقلبها الفليفل حدي بصير هي الاكله حدي انا اكلات مرقه البندوره كلها بحبها حدي بصراحه بس ما بياكلها جوزي ايه ما بياكلها ما بيقدر عليها ولا الاولاد لذلك اولادي ما بيقدروا عليها ما بنحطها ايه اما هي انا الفليفل حدي ما يا سلام شغله هلا رح شغل مقلاي انا شو رايك مشان اسقطهم بقلي لك اللحمات بس نسوي البصلين أنا بقلي البصلة واللحمة يلا قايمة اشتغل أنا ساعتك كمان رح أحاول ما لا تحاولي تعزلي حالك آه معلش أنا بكير ومالي متضايقة يعني بلا ما تأذي إيدك لأنه إيدك لساعتها لا معلش يلا منيحة إي والله عم باخذ حب وزمة هلا الحمد لله بس صرت أحسن بفضل الله بس نحن بناكي تحركيها ما عم تقدري تحركيها إي لأنه صار عند المفصل يا عيني وجهي بحب ابن بنتي إي والله شوفي شوفي جواتها ما شاء الله ما شاء الله مخلفة ما شاء الله حبلاني يا ورني انا ما شاء الله لفتت نظرة سبحان الله ارجع برجيني هلا قرشة هيك بعدين بنقيم البزر تفضل ان شاء الله صحة بسم الله الرحمن الرحيم على القليل مباشرة بسم الله الرحمن الرحيم
نحطهم كلهم، شو رأيك؟ بيسعوا يا ترى؟ يا فنجانة والله بيسعوا. هنا كلهم كم واحدة؟ هون لحمة بدها بصل اللي لك ياهو، لحمات هون بدهم بصل لليون، بس لليون ما بصل عم قول. هلا هون ماما الله خلينا اياها قطعت لنا البصلة، ساوت لنا اياها هيك، استنجدت فيها اليوم ما قدرت يعني ابدا، ما هو الله يوفقك انجدها. ف رح اقليها للبصلة وللحمة ان شاء الله تعالى. الله يخلينا ماما. شو ماما؟ شو قلتي؟ هذول فورا عم يحملوا باذنجانا ما شاء الله. شو بدنا ياهو؟ قلي ماما مو محروقين ولا فاتحين، هلا شو بدنا ياهو؟ شو غامق ما الا للون الغامق يعني. شلون؟ لا شقر ولا سمر. كستناي. هي ماما هون عم تساوي لنا، حطت لنا الفلافله الله خلينا ياها وبصل، حطت البصله ما بدها تومي الاكله. ايوه ما لها علاقه، ايوه ما بدها ابدا، بس نص قرن احمر بيعطي طعمه طيبه وشكله. خلي هذا للنقرشه ولا اظراف معه؟ نصه 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 نص هذاك. ما بدي ليش ما بحبه هذا بالطبخ انا؟ لا والله طيب ما بعرف ليه. محشي هي مالي مرق فيه، هلا وقت بتحشي ماما مالي مرق فيه كثير طيب. هي ماما بتحبه كثير، هو ظريف نقرشه فيتامين سي على حله. نقرش لسه واحد. احسن من البرتقال. مطبخ واحد اقوى. هلا في ناس ما بيقشروها على فكره، بعرف ناس ما بيقشروها. لا بس فيك الدعبه ايه مو ظريفه. نحن نقشرها مشان ما تطلع بالتم القشره اظرف. في ناس كمان بيحطوها بمي سخنه. ممكن نحط معها شويه كباب هندي؟ لا ما بدها. في ناس ما بيقشروها هيك، هلا هي قاسيه سهل تقشيرها. في ناس بينقعوها بمي سخنه وبيعملوا لها غلوه والله ما من النص بيقسموها وبتتقشر فورا. والله اكثر من 40 سنه متعلمت هي الشغله ما حبيتها، لانه البندوره اللي بتحطيها بمي سخنه بتمقمق. اي مزبوط بتصير ايه كانه استويت بتصير اللهم صل على النبي مفرزه. مزبوط هيك حتى انا هيك لاحظت وقت بعملها هيك للنقاسيه. هلا فورا بتتقشر. سنتين ثلاثه ما حبيتها. يعني تغيرت طعمه الاكل فيها. مزبوط انت هيك عم تحطيها فريش دغري على الطبخ. اي أيوة والله. يلا رايح اشوف البصله مشان اللي مع اللحمه. انا شو صار هون عندنا؟ نعم لا رح ننزل اللحمة. عيني يا عيني ما احلى لونه صار ما شاء الله تبارك الله. شايفين هيك لونه بده يكون. نطفي الغاز شوف شو صار باللحمة. بس هلا بدنا نحط فوقها كاجو. في ناس بحطوا فوق صنوبر، في ناس بحطوا مكسرات. رح احط فوق منها كاجو، عندي شوية كاجو. نعم ايه بس ملح وفلفل رح احط لها. المرة الماضية على فيديو السمك نقدوني انه ما بصير احط لها كل هالبهارات، لكن المشكلة انه مو صدمة، المشكلة انه السمك مو تازة. لو تازة ومن البحر فورا بس ملح ما بده فلفل حتى، بس وقت اللي بيكون مستورد ومجمد اجباري 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 يا جماعه بده مطيبات، لانه كثير بيكون مزنخ. يعني لو كنتوا محلي كنتوا حطيتوا له كمان عطر جادور وهدول وسي، شو بدكم يعني؟ عطورات فرنسيه اسانس كنتوا حطيتوا له. عن جد اسالوا ماما يعني. رح احط لها هلا شويه ملح. يعني حتى برواد قالوا لي نحن بارواد سمك الاروادي ما بنحط له، قلت لهم انتوا ارواد يعني ما شاء الله طالع السمك تازه من عندكم، اما انا لا جايبته مفرز ومستورد من الارجنتين، فتخيلوا يعني شو الحاله تبعه. بتحب الباذنجان انت؟ يا سلام. زهير مو كثير بحبه والله. بسم الله الرحمن الرحيم. يمينة هاي يعني شوف ما احلى اللوحة ما شاء الله، لوحة فنية رائعة.
صف لك يا عون هلا بس لخلص. حصل له ملح وفلفل. ايه حطيت له ملح وفلفل. صف لك يا عون بس لخلص الباذنجان. صفي مشكله. يلا نشفوا شوي. صفيت مع المين؟ صفيت مع المين؟ صفيت لك يا عون. هي معلمه. تفضلي هجت لك يا عون. لا لا ايه بس يلا نعمل كريم بكفونا الحمد لله. الرحمن الرحيم. بسم الله تعالى. يا عيني على الحشوه المدلله والمغنجه. يا عيني. ما رأيت ايميل هي. الله يديم علينا النعم. اللهم يا مديم النعم ادم النعم علينا. عم دور على فتحة روحة قلبي عم يحتروا ايدك ما تشلوطوا شلوطة علي. سلامتك يا عمري. بتعرفي شو اجى على بالي؟ كوسة بلبن. بحب الكوسة بلبن. الله طيبة. بسوي ان شاء الله. يا عيني الله يسلمك فيها. سلمي. لسه بيان علينا الرز هلا بعمل الرز ناكل ان شاء الله. شوفي ما شاء الله لونه الحمص من جوا كيف ابيض ابيض بعكس البلدي. لو بيشرب مي كثير الباذنجان على فكره بحب المي. لازم هي تكون ما فيها قرمه كلها باذنجان مصفوفه. اي الله بحبها هلا. اكل حزري امتى؟ شعبالي فيكي تحزري امتى بحبه؟ شعبالي اعمل بيناتهم كراط. بتعرفي بتحزري امتى انا بحب هاي الاكله؟ فيكي تحزري؟ رمضان. ايوه برافو عليك. لك انت ام الام تحزر دغري. بتعرف دغري شو بيحب ابنها؟ بحبها برمضان هاي الاكله. ما بعرف ليه مميزه برمضان. بس ما في هلا بيجي على الشتاء. ما في باذنجان. في باذنجان بس مو كثير بيجي شتاء. لا بلا مو شتاء كثير بيجي. بدك شو مو شتاء كثير؟ مو عاجبك اول ادار يعني اخر الشتاء ما طالع شيء. ما بلاقي ولا باذنجانه؟ في باذنجان الكبير. شو بتعملي فيه؟ بتقطعيه تقطيع وبتقلي وبتساوي اللحمه بتغمري باللحمه والبندوره مثل هي بس تقطيع. ما فينا نعمل هي الاكله. انا كل رمضان متعوده اعملها. ايه الا زمان ما نجي بالصيف كمان. هزيتي لي بدني على هالسيره. لا 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 ما بقول شيء. هي طيبه نفس الطعمه نفسها. بس بدها تنشيف كثير. هذا الباذنجان بيجي اردني بس شو في شو اسم مشكلته؟ انه بغب زيت كثير. نشفيه مضبوط من الزيت. انا عرفتي شلون عملته مره؟ شلون عملتي مره؟ قطعته هو هيك بيجي طويل اسطواني. قطعته سمك قليته. بعد ما صارت اللحمه هيك قورتهم تقوير وحشيتهم. عرفتي فهمتي علي؟ وصفيتهم بالصينيه وحطيتهم بالفرن. نفس ابدا طيبه طيبه ما عليها حكي ابدا. يا الله ما شاء الله الالوان بتاخذ العقل. الوان هالطبخه الله يزيد ويبارك. اللهم بارك اللهم بارك ما شاء الله تبارك الله. والله إلهي طعمي كل مشتهي ويرزق كل متمنى. إلهي الله يخلي نفس الدين. آمين. الله يفرج علينا بهالبلد وعلى كل المتضايق وكل موجوع. آمين يا رب. لا بنحط مي مي وبعدين نعمل لها نبرة. نبرة بنقول بتحطي لا ما مع شو شوية ملح بتظبطي ملح على المي. ايه بعدين نعمل لها نبرة هيك شغلة يعني تستوي البندوره. يا ريت في كهرباء. ايه كنا حطيناها بالفرن. ايه وبعدين بنقدمها مع الرز. يا سلام. يلا قرب الفيديو يخلص. اوه شو اسمه كمان حطيها؟ شو نحط معها؟ رح تخلص اللحمه الحمد لله. فليفله بتاكل معها طيبه. ايه بنقرش معها فليفله. جايبه 3 قرون حدين شطه. يا ربي لك الحمد. هيك رح احط لك هي مي بالبريد. مي سخنه عبيت لك كثار. مي سخنه عبيت. مين اللي بدي كثار؟ انا بحبها مغنغه هاي الاكله. بحبها بالمي صراحه. الله يوفقك. اعطيني مي زياده. حطهم هون. مو كلهم. طيب كمان. الله يوفقك. حطي لي فيها مي زياده. هلا مالحه؟ حطيتي لها ملح؟ حطيت لها ملح بس ليك يرسوا بالصفر ملحه. كثير بحب فيها مي. المرقة تبعها بحبها يعني مع الرز. يا الله ما اطيبها مع شوي شوي لازم احط المقلاة. لا تخاف. خاف عليهم على ولدها. خاف عليهم هدول المقالي والطناجر وجراني. من احطوا حقهم بكسر الراس. بشق الراس. حطي شوية مي كمان. ايه انتي سلمي لي هالايدين صبوحة قلبي. حاجة هيك مرقة. يا عيني. ايه وحاجة. لو في فرن طب. يا سلام شغلة. يلا افتحي. يا عيني ما شاء الله شغل غير لونك طبعا. شاهي القلب هالمرأة.
شايفه اكتب مع المرأة. اي بس ما بحبها مغمورة. سلام. بيتي جاني فايشة. انا هو بشكل عم مستوية. يلا للعيد هذا الرز. مسكي لنا لقمة ان شاء الله تعالى.